ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. طبعا حطينا الحواوشي النباتي اللي عملناه في الفرن، هنسيبه بقى واحنا مع بعض هنشوف ان شاء الله يطلع معانا. دلوقتي هنعمل فطير الملاك. فطير الملاك من الحاجات الجميلة جدا الحقيقة، وصفة كده قريبة للقرص بتاعتنا اللي احنا بنعملها، لكن هي ليها طقوس وليها كده يعني مباركة جميلة بيتباركوا بيها بالعدرة، فاحنا بيوزعوها كتير للخير، بتتوزع في الكنايس من 7 أغسطس لحد 15 يوم مثلا لحد عيد العذراء، بتتعمل مباركة بعيد العذراء. فيها طبعا ليها أكتر من قصة، لكن إحنا القصة أقرب قصة إن كان في الملاك ميخائيل عدى على بيت فيه سيدة كان عندها زيت ودقيق بس، فعملت منه القرص وادته وادت الاهل ووزعت على الاهل البيت كلهم، ومن ساعتها وهم متباركين بالواقعه دي من احد القصص يعني اللي احنا عرفناها، علشان تبقى للخير وتوزيع للخير والناس كلها تاكل منها على الفقراء والمحتاجين والناس تديها لبعض يعني. طبعا لو في حد من اخواتنا المسيحيين حب يدخل مشاركه ويقول لنا لو عارف قصه تانية هتبقى شيء يسعدنا جدا. انا هقول المقادير مع حضراتكم وهنبدا نشتغل فيها مع بعض. فطير الملاك عندنا كيلو دقيق، هستخدم فيه كوبايه من الزيت، نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من الخميره، رشه ملح، تقريبا كوبايتين ونص ميه دافيه. بس انا ما زلت بقول لحضراتكم كميه السوائل دايما على اي عجين احنا مش بنحطها الا تدريجيا علشان نوع الدقيق اللي ممكن اكون انا بستخدمه غير اللي حضرتك بتستخدميه او حضرتك بتستخدمه، فهيفرق معانا. فخلينا ما نحددش السوائل، نشوف شكل العجين وبناء عليه احنا اللي نقرر هياخد مننا قد ايه، لكن انا بقول بالتقريب. طيب هاخد كده من اولا الناس اللي بتحب تدمج الخميره مع السكر وشويه ميه دافيه الاول، على اعتبار انها بتختبر الخميره وتتاكد انها كويسه، هي دي حاجه حلوه برضو يعني. هو الناس بتعمل العجين اما بالطريقه دي في الاول وبعدين تضيف على باقي المقادير، او ان احنا بنحط كل الحاجات الجافه مع بعض وبعدين بتاخد وقتها في التخمير. اللي يعجب حضراتكم واللي بيريحكم اعملوه. طيب انا هاخد كده الاول الخميره هنا، اجيب بوله بس صغيره هحطها هنا وهحط معاها سكر وهضيف ميه دافيه، هاخد كده شويه من الميه الدافيه عشان دي سخنه شويه، دي سخنه شويه، هضيف عليهم ميه عاديه خالص عشان اخليها فتره يعني ايه ما تبقاش عشان تسرع من عمل ال كده. تمام عمل الايه، بسم الله. هنحط على الخميره والسكر اللي احنا حطيناه، نقلب بس تقليبه كده ونسيبهم شويه في جنب ونجمع احنا المكونات الايه الجافه بتاعتنا اهو. المفروض بسيبها شويه، المفروض هي بتعلى، بس انا بحب دايما اختبر الخميره، هو ده دايما بيبقى ايه امان لو احنا بقالنا كتير مثلا ما بنستخدمش ما بنعملش معجنات وعندنا نوع خميره وما احناش عارفين فعاله ولا غير فعاله. اذا ما كانتش هي في علبه واحنا شايفين الخميره دايما لو في علبه بس واحنا بنطلع بالمعلقه بناخد المعيار ولقيتوها عامله خيوط خفيفه دي تترمي، ما تستخدموهاش لانها هتبقى مش يعني مش مظبوطه. بسم الله هاخد كده كميه من الدقيق، احط بقيه كميه السكر كمان هنا، رشه الملح بتتحط بعيد عن الخميره خالص، كميه الزيت، و اسمحوا لي بس ايه كده هخلي الميه كمان هنا عندي فتره. ما تنسوش ان في نسبه ميه احنا حاطينها مع الخميره يعني ايه، دي سوائل من تعد من كميه السوائل اللي احنا هنحطها. بدفي الميه. معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا قلبي، ازيك؟ ازيك يا ام جوزيف، عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله ربنا يخليكي يا قلبي، كل سنه وانتم طيبين يا عمري. وانتي طيبه وبصحه وسلامه، كل اخواتنا المسيحيين في كل مكان يا حبيبه قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، الحمد لله. بص بقى انا عملت البطيخ زي ما قلت لي، طلع تحفه وروعه يا شيف عظيم. يا حبيبتي صحه وهنا وتسلم ايدك.
الله يخليك، ربنا يخليك، وان شاء الله هعمل الفول الصويا اللي انت عملتيه النهارده في الحواوشي ده، ان شاء الله انا هعمله برضه. مش قادره اقول لك ريحته روعه. جميل جميل. طب هو بيتعمل ايه تاني غير الحواوشي؟ يا لهوي كل حاجه، بيتعمل كفته وبيتعمل حاجات كتير جدا. اعمل لكم بيه وصفات حلوه. اعمل لنا وصفات كتير حياه ربنا منه، عشان هو حلو اوي. ونعمل بيه فطاير ونعمل بيه فطير ونعمل بيه حاجات كتير قوي. اوفر من اللحمه وبيدي طعم اللحمه. ونعمل منه البرجر، البرجر اصلا كان فيه نوع منه بيبقى فيه نسبه فول صويا. طب خلاص. طب هو في انواع منه؟ طب هو نوع واحد؟ لا هو نوع واحد بجيبته من عند العطار. طيب ماشي. هو السايب دوت سايب. جيبي نص، على فكره نص كيلو يعمل كميه لانه بينفش فبيتضاعف حجمه. خلاص انا هعمله برضه ده وهجربه، بس اعملنا يعني احنا ما خدناش النص كيلو كله، احنا خدنا ربع كيلو. حاضر خلاص ماشي حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين يا ام جوزيه. ربنا يخليكوا تسلم ايديكي. طب مش عايزه تقول لنا حاجه على فطير الملاك؟ قولي لي قصته ايه في الكنيسه عندكم. لا فطير الملام ده ليه قصه تاني جميله، خلي بالك. طب قولي هالي لو سمحت. وبنعملها كل عيد يعني، وفي ناس كتير تتبرع طبعا بيها. طب قولي لنا يعني بقى، عشان هو جميل وليه قصه جميله الحقيقه، واحنا طبعاً عايزين نصححها بقى من خلالكم. حاضر يا قلب اقولها لك يا عمر. هو وبص بيتعمل، هو طبيعي كل سنه بيتعمل، وليه معجزه بتحصل بامانه. يا شيف عظيمه لو حكيت لك عن المعجزات اللي بتحصل في المسلمين بيعملوها معانا، خلي بالك مش احنا بس. يا طبعا طبيعي بيعملوها، لان فعلا بيبقى في بركه فيها وبتحصل حاجات كتيره نفسها. انا عارفه انها موضوع مباركه حبيبتي، حاولي تكلميني. ام جوزيف نورتيني وشرفتيني. اوريكم بس شكل الحواوشي، بصوا اللي فوق عمل ازاي الريحه. توابل البصل لما بيتبل حلو بيدي طعم للاكله كلها، مهم قوي تتبيله البصل دي. بصوا كده، بصوا شايفين اهو، ما بياخدش سوى لانه على طول. شايفين جميل ازاي؟ انا هطلع الصاج ده هنا قدام حضراتكم، وهطلع التاني بقى فوق شويه ياخد اللون الحلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه واحنا مع بعض، شوفوا ما نزلتش سوائل. اهم حاجه ان في ناس بتتضايق سواء من اللحمه او الفراخ او انه ينزل سوائل ويسرد سوائل في الصاج. بصوا هو ما سردش حاجه خالص، العيش جاف وجميل، وان شاء الله تستمتعوا بالوصفه دي. انا بقلب هنا المكونات، وخلينا بقى طالما بدات تعمل البابلز وتنفخ، انا مش هستنى لما تنفخ قوي، هضيفها على طول الخميرة بشوية المية الدافية وباقي السكر. بسم الله. خلينا نقلب الخليط ونشوف لو محتاج مية هيحتاج قد ايه تاني. بسم الله. بص بس اشوف هو لسه قدامها شويه بس في العجن، هي حلوه جدا. بصوا الملمس طري وجميل شايفين، لكن لازم تتخلط شويه حلوين كمان زي ما بنعمل عجينه القرص كده عندنا. الميه الفتره مهمه جدا. هنطلع بقى العجينة الحلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا أنا بس إيه هسيبها، لأن أنا لسه هكورها تاني، يعني أنا مش هسيبها كده، أنا بس عايزاها تخمر كويس، فهحطها في بولة لحد ما تخمر حلو، وبعدين هبدأ أعملها لكور صغيرة كده. بصوا كده هاخد كده ايه بقى العجينة الحلوة دي، هنحطها هنا في بولة نظيفة. هغطي البول دي
كلانفل او بستريتش زي ما حضراتكم شايفين كده. مهم قوي تقعد في مكان دافي. طبعا في الصيف احنا ممكن نحطها على رخامه المطبخ ونسيبها في جنب مش هيجرالها اي حاجه، وريحه ده شويه ما يبقاش مشدود عشان العجينه لما تنفش تلاقي مكان تعرف تترفع فيه كويس كده. هنشوف بقى معانا واحده خمرانه، بسيبها على الاقل ساعه وبعدين بجيبها. بصوا خمرت وبقت جميله دي اشتغلنا بيها. هكور بقى منها كور صغير. بصوا بقى الكور الصغيره على قد ما انتوا عايزين الحجم، يعني احنا الحجم اللي عاملينه ده حجم مثلا هاخد كده. دي خمرانه وسقعه كانت في التلاجة كمان مش بس خمرانه كده. وهجيب ساك طبعا افرد عليه الايه العجين ده كله بين الصباعين دول. بصوا جميله ازاي وهشه من جوه، شايفين الصباعين دول اللي هم دول بين بايديا كده. هاخد بقى ساج نقطه زيت واحده ممكن. بسم الله. عايزين تضيفوا برضو ورق خبز بيبقى جميل، انا معرفش انا بحبه بيحافظ على اللون كده الخاص بالمخبوزات فبيبقى جميل قوي بصراحه، ما عدا بس المخبوزات اللي بيبقى فيها نسبه سمن او دهون عاليه ما بتحتاجش طبعا نحط حاجه، بس بحس ان ورق الزبده دايما امانا كده. بيحافظ على الصاج نفسه من ان احنا نستخدم الصاجات، بنسيبهم يرتاحوا الاول تاني 10 دقايق بعد ما بنكور التكويره اللي حضراتكم شفتوها دي، لازم نغطيها شويه كده ايه 10 دقايق ولا حاجه علشان تاخد الشكل بتاعها. ومعانا ام اسلام. صباح الفل. الو. اهلا اهلا حبيبه قلبي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. احساني والله يا عظيم. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. انت اكتر يا ام اسلام، تسلميلي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي وتسلم ايدك على كل حاجه. تسلميلي يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها يا قلبي. منور بيكم، منور بمتابعتكم باتصالاتكم الحلوه دي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي لينا دايما كده. حبيبتي ويخليكوا ليا يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج والقناه الاهلي كلها. حبيبتي يوسف كلهم بيسلموا عليكي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي قلبي. تسلمي يا ام اسلام، ما تحرمش منك ولا من سؤالك ابدا. ربنا يبارك لك يا قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلميلي. ميرسي انك سمعتيني صوتك يا حبيبتي. صباحك رضا من رب العالمين. تسلمي يا ام اسلام، متشكره جدا. تحياتي كمان لمدام ثريا حبيبتي و مدام سميرة، أنا عارفة إنهم مسافرين، ومدام ثريا في أستراليا، ومدام سميرة أعتقد فين بقى؟ كندا. ببعت لهم تحية طبعًا، بيتابعونا من كل مكان. هطلع دول بقى بسرعة، ريحة مش قادرة أقول. لازم تشوفوا وتجربوا بنفسكم. دول اتقرمشوا حبة حلوين برضو كده. هنسيب بقى العجينة دي المفروض شوية كده، بنغطيها فوطة برضو تقعد كده 10 دقايق ترتاح وبعدين ندخلها الفرن. بصوا الحواوشي جميل ازاي، عايزه اقول لحضراتكم كمان ريحته احلى واحلى بجد. تمام هشوفها حلو. مش ممكن نغطي كده حبه هنا هنا كده 5 عشان تعملش قشره بس، وبعدين نقدم بقى الايه الحواوشي القمر ده. عندي بقى بقدونس، بسم الله الرحمن الرحيم. احط عليه كده منديل مبلل لانه لما بنحفظ الخضره تبقى لازم نحطها في فوطه نظيفه مبلله كده ومعصوره نص عصره. كده
شايفين الجمال. هنشيل بقى الايه، حاضر، شيل بس دول كده بعد اذنكم، اوسع لكم الدنيا وناخد ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، رشه بقدونس كده من فوق، وعندنا كمان عاملين وردات حلوه اهي، طماطم، ناخد وردايه جميله من دول كمان نحطها في الجنب. وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم، خلينا بقى ايه نقدمه هناك. بسم الله. ودلوقتي بقى